مرحبا، أنا اسمي تالا وعناتي، عمري 10 سنين، في مدرسة الأنوار في الصف الخامس. أنا عايشة في فلسطين المشرعية، بعزف على البيانو، وأستاذي اسمه ديميان، بتدرب في مخيم الأمهري نادي الطفل. أنا بحب الموسيقى كتير كتير لأنه بتريح هيك، وخصوصا على البيانو كتير، يعني أنا صغيرة بحبها. أنا حابة أعزف لكم مقطوعة صغيرة اسمها عصفور طلع من الشباك. أتعرف عليكم أكثر، وإذا حابين تتعرفوا علي هاي إيميلي لتتواصلوا معي.